ملعب التونسي ذولي أرضية ميدان وإسلام صعيبة برشا اليوم نعرفوا خاطر ثلاثة نقاط اليوم باش تخلي الملعب التونسي زاد متواجد في المرتبة الأولى تبقى ديما فما كل فيهم معناتها كيما نقولوا في أنجو كبير في المباراة هذيا يظل لي ديربي معناتها إن شاء الله في رو فيه معناتها فرجة باهية واللي باش يستحق اليوم يكون خير إن شاء الله يفوز وكاهو متبقى اليوم في فرصة قدام الخضراوي اليوم باش يلعب قدام جمعيته الأم وانا نعرف الاجواء سخونه اليوم في باردو انا خاطر نتذكر اسلام كي مشيت من الملعب التونسي والنجم راضي الساحلي صارت رياكسيون كبيره من جماهير الملعب التونسي وتسبيت انا ما فهمتش علاش اليوم حتى الخضراوي بريسيون كبيره باش هو تسب عليه. حتى من قبل ما يمشي للكلوب في السيونس دونترينمون الاخر هذا اللي هو بن عبده تسبه في السيف راسي كمان خليك علاقه خايبه برشا جماهير الملعب التونسي اليوم اليوم يقولوش كثر خيرك ملاعب يلعب وعطا ونعرفوا الخضراوي جاب كوب الملعب التونسي بعد 20 سنة كيف كيف الحمزة بن عبدة اليوم راوكي واحد يحب يشوف مستقبل وعطيت ولعبت بليش في 3 سنين في استاد كي خرجت مشيت الجمعية اليوم باش نظهر معناتها باش نمشي للف معناتها نهز تيترويات نهز حاجات مي راولكش بيه عديت عمري كل في استاد هذا جست معناتها ميساج للخضراوي ميسيرش فما فئة من جماهير الملعب التونسي وانا نعرف شنو باش يصير في باردو الحقيقة أنا خطرة فل الحقيقة عطا برشا للملعب التونسي وذلك خيبنا صورتنا مع الجمعيات مروان كي تلعب ضد فريقك السابق هل ترى تكون معك موتيفي أكثر من لازم ولا ترتبك يا أحمد أنت بك جربت اليوم أنا مشيت راني مازلت كي حطيت ساقي في السادة تثبتهم في الليتواء باش نوريك العقلية اليوم في تونس وذلك خلى علاقتي خايبة مع الملعب التونسي فما فئة من جماهير الملعب التونسي اليوم راهو الخضراوي ما فيها بيس باش يشوف مستقبله نحكي راهو جينينا خاطر الماتش هذا نعرفه عنده أهمية كبيرة في البطولة وماتش باش يصير كبير أنا نحكي حتى زوز ملعبية اللي كانت في استاد باش يصير عليهم بريسيون كبيرة في بار أنا نتصور جمهور الملعب التونسي يصفق عليهم وفما عبد الله مستحيل قالك تسبوا البارح تسبوا مش البارح اسمعني في الصيف وقت اخر خرجت الحكايه المشكله ذيك باش يمشيوا للكلوب ولا وقت هما يدربوا تسبوا وقت في اللونترين موزود صحيح وعشتهم كم لعبي احمد نعرفوا ماتش باش يكون كبير وديربي عنده قيمته اليوم تحب ولا تكرم لاعب تونسي والنادي الافريقي قمه كرويه باش تلعب واللي كما قلت لك ان شاء الله اللي يكون معناتها اللي حاضر 100% ومستحق للربح ان شاء الله يفوز انا عندي انا متبقى مش تشجع البقلاوه معناها انت معناها اللي يستحق الربح يفوز انا قلت لك جمعيتي كي تربح معناتها مرحبا معليش ليه على راسي وعيني والكلوب مش مشكل معناتها نحكي لك انا لا لا فاجئني في بالي تشجع البقلاوه معناتها انا اليوم يا اخي لعبت في الكلوب باش نشجع الكلوب يمالي ولد الملعب التونسي اما نحكي لك انا كما ليه خاطر قلت لي لاعب خير ان شاء الله يربح ليه نحكي لك نحب نراو كره مزيانه بيان سور جمعيتي الام ملعب التونسي كي تفوز انت فرحان رياضي ملك الجميع ماهوش مش هذا يا سي كمال اليوم حتى ملكنا انت اليوم ليه ليه حتى اون جينيرال حتى للجماهير اليوم اللي تم الجماهير اليوم يلزم تتقبل اي فهمت صحيتك فهمت باش تصير بريسيون كبيره عليه الطفل وانا نعرف خاطر عشتهم الظروف هذيا اللي خايبنا معناتها سمعتنا مع جمعياتنا فما فئه من الجماهير يا اخي انا لعبت شويه وعطيت شويه في استاد وضحيت شويه وتمرمت شويه هذا جوست ميساج للخضراوي ما يسالش حتى كي تسمع صبه من جماهير الملعب التونسي اللي كانوا يخافوا منهم الادفرسير والله اي فهمت سي كمال ما تقول لي احمد اليوم نحن في عاد الاحتراف تقول لي انت اليوم لبس مريول طوال معناتها اليوم دخلني لدارك نقدرك كيما نكوروا نحبوا نربحوا نحبوا نفوزوا بالالقاب زيد بريود في الملعب التونسي اعطينا كي لعبت في ملعب نجم الهذي السير كيف راهو الميساج للخضراوي راه اليوم حتى فما فئه راهي باش تجيب باش تسبك تسكر وذنيك ديما تقعد هذيك جمعيتك الام كي يعملوا العكس تخدم على روحك امبوسيبل ونضمن لك من توا وكان تصير هذايا اخويا انت تاخذ اللي تحب برشا ملعبيه زاده انت ممكن ما تمشي تتنكر برا مشي تفرج هاك متنكر وقت تشوف على عيني كان ما تلقاش الكل تلقى خمسه سته من الناس باش يشعلوها مروان انا 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 راني ضد النقط في نفس الاستراتيجيه نتاعي ضد راني نبدا نقيم في جمهور ولا نقولش بيك سبيت حقه الجوار هذا كان مغروم به راه في جمعيه منافسه مشى على روحه حب يتمناه يكون يكمل كاريرو في النجم في الملعب التونسي كيف وكيف حمزه بن عبد انا بالنسبه لي انا ما نسدش الفم تاع الجماهير باش تسب ولا تعمل حق كما اي واحد راه مغروم بجوار راه في جمعيه اخرى سبحان الله هذا حق لكن انا مش مشكلتي في جماهير الملعب التونسي انا غدو امتحان بالنسبه لي انا لبيتوني والخضراوي بالنسبه لحمزه بن عبده في الوعي نتاعو سي تتصور اللي لعبوا الخضراوي بالك شي خمي بالنسبه لي الظروف هذيك في باردو انا بالنسبه لي انا نحب اللعب تعرف علاش خاطر الخضراوي لليوم هذا مش مازال ما اقتنعش اللي كونه لابس مليون النادي الافريقي ما
مازال حمزه بن عبده ورانا الحقيقه وعطى بالنسبه للخضراوي. انا بالنسبه لي انا تلعب في جمعيه كبيره لازمك تلعب بالضغط هذاك ولازمك تكور في بالعكس انا نحب يكور غاديك الخاطر هو اللي روبير نتاع تيرا حافظه صحيح. هذيك حاجه باش نقولها لك يا اسلام جوست حتى الملعبيه اليوم فما دي كاليتي نتاع ملعبيه كما جبت انت ذكرت توا مختار الكاليتي نتاع ملعبيه كما ايت مالك الخضراوي اصرار في كيزومبي يحبوا على تيرا يبدا معناتها اسباس كبير. اليوم في الملعب التونسي ماهوش باش تلقاه في باردو نعرفوا معناتها الملاعبين تاع الملعب التونسي تعرف التيريح عارف التيرام تاع ملعب باردو عكس ملعبيه الملعب التونسي. انا نقول شانس اليوم الخضراوي خاطر يعرف التيرام مليح قدام جمعيته ماذا بيه اي جوار اي جوار ماذا بيه كنت جمعيته يحب يفرض روحه يحب يوري روحه فمش جوار حتى بالنسبه تقول لك ترتحوا بالعكس انا كنت جمعيتي نحب نظهر او مثلا فور اكزامبل معناتها هو مش باش يستفز الجماهير يحب يوري روحه ويفرض روحه في جمعيته باش تزيد تعطي فيه الثقه اليوم كم لاعب اليوم يظهر قدام جمعيته تزيد تكبر في عينين جماهير نادي الوليد وعادي حتى جس... كان ماركه ينجم يعمل لك نورمال. انا باش نقول فما حاجه اخرى بربي راهو حكيت على الخضراوي زاد مهم برشا حتى ايت مالك راهو بدايته ملعب التونسي اما مش كيما الخضراوي ولد الستاد لا زفر ملعب التونسي كيما قبل تومارو ماركه للتراجي وهذه يلزمها تقبل الخضراوي زاد ليك ولا عليك اسلام. انا اللي نقوله بخصوص بن عبده والخضراوي الزوز خرجوا من الملعب التونسي بطريقه حضاريه والملعب التونسي دخلت في جورتهم فلوس وما كان ما هربوش من الملعب التونسي معناتها هي الملعب التونسي كانت تحب ملاعبيه باش تدخل فلوس باش نجم الجمعيه تعيش يعني ما فماش علاش باش تكون رياكسيون تاع الجمهور الملعب التونسي خايبه. الرئيس سبوه زوز قدموا خدمات جميله للملعب التونسي احنا نتمنوا اي ما فماش علاش صحيح كان قاعد تسب الرئيس في جورت النوبة معناتها ما فماش علاش تو جمهور الملعب التونسي باش يتعامل بطريقه خايبه معناها ما هو شكل يهرب وإلا أساو الجمعية وإلا عملوا تصريحات الجمعية التونسية يا ولدي لا نحكي لك معناتها فما صحيح راهو فما جمهور يتقلب على ملاعبي الملاعبي ذاك تلقاه هرب يا أحمد ما صارتش كان مرة واحدة صارت معي أنا كي خرجت من الملعب التونسي مشيت من نجم الرياضي الساحلي صارت مع أسامة السلامي صارت مع خالد الطريقة اللي خرجوا بها صارت مع خالد شنو الطريقة الطريقة اللي خرجوا بها الطريقة اللي خرجوا بها الطريقة اللي خرجنا بها أحمد مخلي فوق ال 150 مليون أنا الاستاد ورديت نلعب بثلاث سنين ما خذيتش حتى فرانك ايش حابوني بعد كي نخرج نكمل كارييري والله مروان مع ماشي يقضي من العطار بجاه ربي كيلو سكر قولوا ليه راني قاعد نكور في الستاد.